اهلا بيكم فيديو جديد مع اداة مميزة وواعدة جدا في تسجيل الشاشة واضافة لمسات جمالية واضافة تغيير للخلفية وعمل زوم ان وزوم اوت، وشيء جميل جدا جدا وبتشتغل على جميع المتصفحات على جميع انظمة التشغيل. الاداة اللي بنتكلم عنها هي كيرزر فول، الموقع بتاعهم كيرزر فول دوت كوم، والاداة بتشتغل على متصفحات الكروم. لو نزلنا تحت شوية هتلاقي عندك هنا الباقة المجانية، فيها مزايا قوية جدا وبتشتغل على الويندوز والماك واللينكس لانها عبارة عن كروم اكستنشن في الوقت الحالي. بعد كده هعمله عندك هنا ديسكتوب كلاينت، هيضيفوها خلال التحديثات القادمة. الكيرزر فول برو بتاخد كل مزايا الفري بجانب بقى استخدام تجاري وشركات، وتقدر تعمل 4K اكسبورت، تقدر تاخد كل الفيتشرز الموجودة دي. وكمان عندك هنا في الرود ماب مجموعة من المزايا القوية القادمة زي السبيتش تو تكست، يعني يعمل لك سبتايتل للفيديوهات بتاعتك، شيرابل لينك عشان تقدر تشارك الفيديو ده عن طريق الكلاود، وعندك هنا ديسكتوب كلاينتس يعني تطبيقات نيتف للديسكتوب لسطح المكتب، ما حددتش اذا كان ماك ولا ويندوز بس اعتقد هتبقى ماك ويندوز ولينكس. عندك كمان هنا كاستمايزابل كيرزر ابيرنس، يعني تخصيصات لمؤشر الماوس بشكل احلى وتقدر تغيره وتغير شكل الماوس. عندك كمان هنا سيف بروجكت، تقدر تحفظ المشاريع بتاعتك عن طريق الكلاود او انك تحفظها بشكل ملف منفصل. وكمان ميزة كروب فيديو، المزايا دي كلها يعني قادمة قريبا، اللي تم منها هي المزايا دي، ولكن المزايا دي هي اللي قادمة خلال الفترة اللي جاية. خلينا دلوقتي نروح نشوف التطبيق ده وازاي بنستخدمه. فانا هضغط هنا على Open Editor، وبعد كده بيفتح لي هنا اقدر ارفق فيديو، ومن الفيديو ده اقدر اعمل عليه زوم ان وزوم اوت، ولكن انا هضغط Load Last Recording، اخر تسجيل انا سجلته. ومن هنا كده اقدر اتحكم في الفيديو ده بشكل جميل جدا، اقدر هنا مثلا اشيل الزوم ده وارجع انا اضيف مثلا، اوقف هنا واضغط على زوم بيضيف للزوم، اقدر اكبر الزوم او اقلل الزوم. من هنا كده ممكن اختار الزوم، وبعد كده اقول له انا عاوز الزوم ده مثلا فيكسد، فبيبدا يجيب لي الاشاره دي اختار الزوم فين بالظبط. وكمان هنا الدبس او عمق الزوم، عندك هنا اربع درجات، ممكن نقول مثلا 1x 2x 3x لحد ماكسيمم، دي اعتقد اقصى زوم موجود، فانت ممكن تخليها مودريت مثلا. وهنا بدل ما هي فيكسد ممكن تخليها فولو كيرزر، ان هو يتابع مؤشر الماوس لو راح في مكان يعمل زوم في المكان ده، او ممكن تخليه زوم ثابت، فانت بتحدد الموضوع ده، ودرجه الدبس برضو بتحددها من هنا. عندك طبعا هنا تريم للمقطع بتاعك الفيديو، تقدر تعمل تريم، تقدر تقص المقطع ده، يعني مثلا هنا تقدر تعمل تريم للزوم، ممكن هنا للمقطع نفسه تعمل قص للفيديو نفسه. وعندك هنا ديليت، وعندك هنا ريدو اند اندو، فدي طبعا حاجه حلوه. عندك كمان هنا تقدر تعمل اكسبورت للفيديو ده، تقدر تتحكم فيه الاسبيكت ريشيو. عندك هنا كمان الباك جراوند، عندك هنا حاجات كتيره جدا ممكن تخصصها، عندك هنا باك جراوند جريدينت او متدرجه اللون، هتلاقي برده حاجات كتيره برده ممكن تخصص منها، دي الوان ثابته ممكن تستخدمها. وعندك هنا برده الباك جراوند بلير، او الباك جراوند الخلفيه تكون ضبابيه، ممكن تحدد درجه البلير بتاع الباك جراوند يبقى عامل ازاي، او ممكن تسيبها بشكل يعني متوسط، او انك تلغيها تماما، فانت بتحدد برضو الحاجه اللي انت حاببها. عندك هنا البراوزر ابيرنس، هنا ممكن تختار الفريم بتاع البراوزر، ممكن اظهره او ان انا اعمل له هيدن، فعملت كده هو شال لي كده البراوزر نفسه وجاب لي الصفحه نفسها بتاعه الويب، ممكن تسيبها او ممكن تخفيها، فدي طبعا حاجه ممكن الناس تحبها، فاعتقد ان دي برضو ميزه لطيفه. عندك هنا درو بوردر، ممكن يشيل البوردر اللي حوالين المتصفح، لو شغلناه بتلاقي في بوردر هنا ظاهر خفيف، لو سبناه بيبقى ايه موجود، هو حاليا نفعله عشان يبقى ظاهر في الفيديو، بيدي شكل صراحة لطيف. عندك كمان برضو درو شادو، ده بيعمل شادو كده او ظلال للحواف بتاعت البراوسر ده، فممكن تسيبها كده بتدي يعني شكل حلو. عندك كليك انيميشن، عندك هنا كذا نوع من الضغطات، يعني زي انيميشنز كده لما بتضغط، ففي عندك حاجات مختلفة، درجة الضغط تبقى عاملة ازاي برضو، كل الحاجات دي لها علاقة بالانيميشنز وتغيير الستايل بتاع الضغطة بتاع كليك الماوس. عندك هنا برضو الزوم، تتحكم في الزوم، عندك اربع درجات برضو، ده بالنسبة للزوم. عندك هنا فوق برضو كمان لو رحت هنا بتلاقي عندك اكسبورت فيديو، تقدر تعمل اكسبورت للفيديو بدون الكاميرا او بدون الصوت، فتقدر تعملها من هنا. ولو الشاشة بتاعتك بتدعم 4K هتلاقي ظهر لك هنا تسجيل ان انت تعمل اكسبورت لل 4K، فالشاشه اللي انا بستخدمها هي فول اتش دي، فبالتالي مش ظاهر الاكسبورت ك 4K، ولكن التطبيق بيدعم اكسبورت 4K.
عندك هنا الويب كام تقدر تخصصها، تقدر يعني تلغي مثلا الصوت، تلغي الويب كام مثلا، لو عملنا لغينا الكاميرا فبيلغي لك الويب كام من تحت. عندك هنا الكام بوردر، لو شغلناها فتلاقي في بوردر هنا حوالين الكاميرا، لو لغيته بيبقى مش موجود. شوفوا بس كده لما فعله في هنا بوردر بيظهر. عندك هنا شادو كمان للبوردر نفسه، فلغيته بيختفي، بفعله بيرجع يظهر تاني. من هنا برضو الاسبكت ريشيو للويب كام، هتلاقي حاجات كتيره جدا ممكن اقول له نيتف فيعمل لي الويب كام بالشكل ده، ففي حاجات كتيره ممكن اقول له 10 ل 16 بالشكل ده، ممكن حاجات كتيره نقدر نعملها. عندك هنا برضو مكان الويب كام، عندك 4 اماكن، في مكان هنا وعندك هنا تحت على توب رايت، ففي عندك اماكن كتيره للويب كام، خلينا مثلا توب رايت كده، فهنا بتقدر تخصص مكان الويب كام. عندك بعد كده ميزة البروفايل، دي خاصة بالحساب بتاعك والرخصة بتاعتك وانت مفعل على كام جهاز وكل الكلام ده. ولكن بقى في ميزة هنا اللي هي رو فايلز، من الميزة دي انا اقدر انزل تسجيل الشاشة لوحده واقدر انزل تسجيل الويب كام لوحده كرو فايل، كملف خام بدون زوم ان وزوم اوت. فصراحة ميزة قوية جدا، لو ضغطت هنا على سكرين فبينزل لي هنا السكرين بتاع الفيديو ده، وكمان الويب كام بينزلهولي بالشكل ده، فصراحة دي حاجة يعني جميلة جدا جدا. دي الاعدادات الخاصة بالتطبيق في الوقت الحالي، وصراحة اعدادات بسيطة وسهلة، والتطبيق نفسه سهل وجميل. وبتيجي بعد ما بتخلص كل الاعدادات الخاصة بيك تضغط على اكسبورت فيديو، من هنا تاني اكسبورت فيديو بيقدر يعمل لك اكسبورت وبيعمل ريندر عن طريق البراوسر، والموضوع صراحة جميل جدا جدا وسهل، أداة قوية جدا وسهلة وتشتغل عن طريق المتصفح. هسيب لكم كل الروابط تحت في الديسكريبشن، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة وتفعل الجرس وتشاركونا برأيكم تحت في التعليقات. كان معكم محمود عمران ونتقابل في فيديو جديد. تحياتي، سلام.